السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال في الصورة اللي هي حالية قدامنا اللي هو رقم 13، نتكلم عن 13 الآن. يقول: يبين الجدول أدناه عدد العلب على 3 رفوف في بقالة. خلونا نوقف عند العبارة هذه، يعني نفس الجدول الآن هو الذي حاصل. الرف رقم 1 هذا، معلش، الرف رقم 1 الرف رقم 1 عليه 16. هذا الآن يعني الآن لسه ما أضفنا شيء. رقم 2 عليه 48، رقم 3 عليه 61. انتهينا من العبارة هذه، يسمونها معطاة رياضية. نجي للعبارة التي بعدها، قال: فإذا وضع صاحب البقالة 12 علبة إضافية. إذن إيش حنضيف على الأرقام الموجودة؟ مو أنه موجود الإضافة، لا، خلاص، معناته نقول إيش 12 زائد كل واحد. خلينا نعيد العبارة. قال: فإذا وضع صاحب البقالة 12 علبة إضافية على كل رف، على كل رف، مو رف واحد، لا، كل رف. يعني نقول مثلا هنا زائد 12 زائد 12 زائد 12، هنا كم يساوي؟ خلونا نشوف السؤال. هذه الآن معطاة ثانية، معطاة رياضية ثانية. نجي نقول: فما العدد، هنا السؤال، فما العدد الكلي للعلب الآن؟ يعني إيش معنى العدد الكلي؟ يعني مجموع العلب في الرف الأول، تمام، زائد الإضافة حقتها، يعني زائد 16 زائد 12. الرف الثاني 48 زائد 12. الرف الثالث 61 زائد 12، تمام. ثم نطلع الناتج، ثم نجمع الناتج لكل واحدة. يعني الآن هنا 16 زائد 12 كم؟ 6 زائد 2 8، 1 زائد 1 2، خلاص 28. طيب تحت، معلش، تحت 48 زائد 12، 8 زائد 2 10، 0 بلد 1، 1 زائد 4 5 زائد 1 6، معناته 60. طيب تحت، واحد وستين زائد 12، 1 زائد 2 3، 3، 6 زائد 1 7. طيب الآن كم مجموع 28 زائد 60 زائد 73؟ كمجموعة، لأن هنا سأل، قال إيش فما العدد الكلي للعلب الآن، يعني للعلب كلها. الحين هذه عددها كم؟ عدد الرف الفوقاني الأول، والستين عدد إيش الرف الثاني، و73 الرف الثالث، تمام. لكن العددها كلها كم؟
معلش نمسح هذه 73 نقول 8 زائد 0 8 زائد 3 كم؟ 11 واحد باليد واحد واحد واثنين ثلاثة ثلاثة وستة كم؟ سبعة سبعة وسبعة 14 إذن العدد الكلي 141 141 طيب هذا العدد الكلي 141 خلاص. طيب هي السؤال الثاني السؤال اللي بعده قال وما الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعددها على الرف الثالث. هذا الرف الثاني وهذا الرف الثالث تمام. الرف الثاني عدده كم؟ 60 والثالث 73 طيب إيش الفرق بين 60 و73 وما الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعدد على الرف الفرق نقول إيش نقول 60 ناقص أو نقول خل منش ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين ناقص 60 كم الناتج؟ صفر من ثلاثة ثلاثة ستة من سبعة كم؟ واحد. إذن هذا الفرق 13 الفرق 13 معلش أنا لخبطت الدنيا بس عاد احفظوها. إذن هذا جواب. خلينا نقول الحين الآن نمسح نجي هنا نمسح السؤال قال إيش؟ قال معلش خلينا نرضى نمسح هذه. قال فإذا وضع صاحب البقالة 12 علبة إضافية على رف على كل رف فما العدد الكلي للعلب؟ نقول هنا العدد الكلي يساوي 141 اللي هو هذا. قال هنا وما الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعدده على الرف الثالث اللي هو ايش هذا؟ حط الإجابة هنا 13. فهمنا؟